بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك كتابة، حلقة خاصة نستهلها بالترحم على شهداء الغدر والخسة. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بك أعزائي المشاهدين. وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك كتابة، هي بالفعل حلقة تأتي في ظل ظروف نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم أسر ضحايا هذا الحادث التفجيري الإرهابي اللي حدث أمام معهد الأورام في القاهرة، أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد هؤلاء الضحايا الشهداء الأبرار بواسع رحمته، وأن يحمي الله مصر من كل سوء، وربنا ينتقم من كل هذا الإرهاب يا باشمهندس. يا أخي، الحادث أمام معهد الأورام الذي يستأصل الأورام الخبيثة في محاولة لإنقاذ البشر من هذا المرض العضال، وكأنها دلالة دلالة على أن الذي يجب أن يستأصل أو الورم الأخطر على المجتمع هو هذا الإرهاب الأسود، الذي مش فاهم يعني إزاي أنزل من بيتي عشان أقتل الناس معرفهاش لمجرد غيظ ناس تانية. أي منطق وأي دين وأي عرف وأي يعني شهامة وأي دافع يدفع إنسان أن يفعل مثل هذا؟ ناس أبرياء ملاش دعوة بأي حاجة، محدش يعرف التاني، ناس ماشية في الطريق ناس ماشية في الطريق وبعضهم يتلمس العلاج. رحمة الله على الجميع، وربنا بقى هو اللي قادر أنه هو يعني يحمي مصر من كل سوء ومكروه بإذن الله، يحمي مصر من كل هذا الشر يعني.